عائلات الأمين، هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول ثلاث كلمات تحت، أساسها التاريخ، وأساسها المبادئ، وأساسها التطوير. هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه، ومش هنتنازل عنها أبداً. من ناحيتنا كمجلس إدارة إحنا حريصين على التواصل ده في داخل النادي في مقره الرئيسي وجميع فروعه. يعني خلال الفترة اللي فاتت كلها من يوم ما كلفنا وإحنا بنحرص على كده. من الحاجات اللي هي يمكن ما كانتش بتحصل في تاريخ النادي قبل كده، انعقاد مجلس الإدارة نفسه ما بقاش بس في مقر رئيسي بالجزيرة. أثناء الفترة بتاعت اللي إحنا من يوم ما كلفنا انعقد مجلس إدارة في الجزيرة، انعقد مجلس إدارة في الشيخ زايد، وانعقد في مدينة نصر، على أساس إحنا بنعتبر النادي الأهلي كله كتلة واحدة ما بينفصلش عن بعضه. في نفس الوقت أثناء الفترات دي كنا بنحرص دايما على التواصل مع أعضاء النادي. ميزانية النادي الأهلي الحمد لله وصلت لكبر حجمها اللي هو يبقى على قدر النادي الأهلي، اللي هي برضو متوقع في المستقبل أكتر وأكتر. يعني نيجي نتكلم على ميزانية مجموعها حوالي 2,666,000,000، السنة اللي فاتت في نفس التوقيت كان 1,295,000,000. فكم الزيادة في الميزانية كمجموعها وكم الصرف على الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية، يعني النشاط الرياضي لوحده في النادي خلال الفترة الماضية خلال اللي هي بتنتهي في 30/6 لوحده كان حوالي 192,000,000 مجموع النشاط الرياضي، ما مجموعة ميزانيته لوحدها يعني. ده بخلاف كرة القدم. النادي الأهلي الحمد لله خلال العام المالي المنصرف تم إنفاق، يعتبر إنفاق رأس مالي على حاجات كتيرة أو في الأنشطة، سواء الأنشطة الاجتماعية أو نشاط كرة القدم أو النشاط الرياضي أو الإنشاءات جوه النادي الأهلي، اللي هي هتدر إن شاء الله دخل كتير جدا في المستقبل بيماثل اللي هو قدر النادي الأهلي في السوق الرياضي نفسه. من ضمن الحاجات اللي تم التركيز عليها خلال الفترة اللي فاتت من المجلس العاملين طبعا، يعني أنا شرفت بتكليف من المجلس إن أنا مسؤول عن صندوق العاملين بالنادي. صندوق العاملين بالنادي بيلقى دعم غير محدود من مجلس الإدارة. الحمد لله إحنا بنعتبر إن العاملين في النادي ده جزء رئيسي وأساسي من منظومة العمل جوه النادي الأهلي. قمنا خلال الفترة اللي فاتت بحاجات كتيرة أو زيادة منح وخلاف ومكافآت للصندوق اللي بيخص العاملين. لأول مرة برضو يحصل دعم من الميزانية بيقرر وبيتاخد عليه موافقة من مجلس الإدارة. كان آخر دعم 1,000,000 جنيه من المجلس من ميزانية النادي نفسها لصندوق العاملين. بالنسبة للأعضاء بنحرص دايما إن الأعضاء يكون أكثر الخدمات متاحة بالنسبة ليها جودتها. بنحاول نطور كمان في أسلوب التعامل التكنولوجي جوه النادي الأهلي نفسه مع الأعضاء. مؤخرا يعني انتهينا من حاجات كتيرة أو متعلقة بالإنشاءات اللي هي في فروع النادي، بحيث إن هي هتخلي الأعضاء على قدر كبير جدا من الراحة ومن تسهيل حياتهم داخل النادي الأهلي كعائلة الأهلي جميعا. والزيادة السنوية أحب أوضح بس إن هي لا تعادل قدر كبير، هي حاجات بسيطة جدا بالنسبة لقدر الخدمات والإنشاءات اللي بتتم جوه النادي الأهلي. يعني هوضح لحضراتكم زيادة مثلا اللي هي 15% للفرد، لو فرد واحد بس هو المشترك يبقى الزيادة عليه حوالي 49 جنيه في السنة. لو زوج وزوجة على الفرد فيهم 30 جنيه في السنة بس. حوالي 30 جنيه. لو زوج وزوجة وطفلين الفرد بيقف على حوالي 18 جنيه في السنة. فزيادة تعتبر بسيطة جدا بنراعي فيها أعضاء الجمعية العمومية، وبنراعي إن النادي الأهلي في النهاية هو ملك لأعضائه. فزيادات طفيفة لا تتناسب مع حاجات كتيرة أو يتم صرفها لصالح النادي الأهلي اللي هو يهمنا كلنا ويهم جمعياته العمومية. يعني لو حبيت أقول إن الكارنيه نفسه، تكلفة الكارنيهات في النادي الأهلي، الكارنيهات اللي بتطبع كارنيهات العضوية، السنة اللي فاتت اتكلفت حوالي 1,500,000.
السنه دي عشان البوابات الجديده اللي تم الانتهاء من جزء كبير منها عشان الحته الالكترونيه بتاعه دخول النادي تكلفتها 7 مليون جنيه ونص. فكنت حابب اوضح بس ان الزياده دي تعتبر طفيفه بالنسبه لاعباء الملقاة على ميزانيه النادي الاهلي نفسها. في نفس الوقت النادي الاهلي بيتميز بجماهيره العريضه اللي كلنا كاعضاء النادي الاهلي بيهمنا برضو جماهيره. ان شاء الله الفترات الجايه احنا بنحاول جاهدين ان يبقى في زياده في الموارد في النادي من طرق غير تقليديه. احنا الزياده التقليديه دايما في موارد النادي هي الاشتراكات، وبرضو اتعمل فيها مجهود كبير جدا خلال السنتين الماضيين. كان في لجان كتيره جدا نعقد الادوات خلال السنه دي والسنه اللي فاتت، ودي كان تقليد برضو جميل عملناه اول ما جينا كمجلس اداره، ان في لجنه مسؤوله عن الادويه بالاشتراك مع المسؤولين التنفيذيين في اداره الاشتراكات، عملوا مجهود غير طبيعي خلال الفترات اللي فاتت لانتقاء الاعضاء. غرض رئيسي طبعا في زياده موارد النادي وانتقاء الاعضاء اللي هم في النهايه هيبقوا جزء من اسره وعائله النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي يا رب يبقى في سموه وعلو باعضائه وجماهيره وكل محبيه في العالم كله. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول ثلاث كلمات تحت أساسها التاريخ وأساسها المبادئ وأساسها التطوير. هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه ومش هنتنازل عنها أبداً.